بنعمل ايه كده يا دكتور صلاح؟ احنا كده بقى ايه، ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. احنا يعني فعلا زي ما بيقول، زي ما كل حاجه بتحصل حلوه في حياتنا بعد الصبر جبر. النهارده ربنا جبر بخاطرنا، لان احنا في دار زهره مصر بنحتاج دعم كبير من الملابس. بس الفتره اللي فاتت كان ما كانش في دعم ملابس غير قليل جدا، لان هم برضو كبار سن وبيحتاجوا لبس كتير، يوميا بيستحموا، يوميا بيغيروا هدومهم الداخليه والخارجيه. فربنا كرمنا النهارده باهل الخير الطيبين ان هم بعتوا لنا الاوردر ده، ملابس عبايات ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يجازيهم كل خير يا رب ويجعله في ميزان حسناتهم. بشكر اللي اتبرع معانا، محل هو محل اتبرع معانا بالكلام ده، باللبس ده كله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجات مقاسات برده كويسه ولبس واسع وطري جميل. اسمه ايه؟ محل اللي هو فين، في الجيزه ولا فين؟ لا ما شاء الله العبايات جميله جدا وشيك جدا جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يا رب. تعالي بقى يا عبير عشان توزعي معايا انت وهبة، طبعا بقى هنوزع عليهم، انتوا عارفين المقاسات بقى. تعالي بقى وزعي معايا كده عليهم. دي اول واحده مين؟ زينب. لا زينب دي عشان كبيره. زينب ايه رايك؟ جميله ها؟ حلوه صح؟ يلا خدي اديها لها بقى، خدي اديها لزينب. مين تاني؟ بطوطه بقى، انا عايزه اختار لها حاجه سبيشال. في بطوطه، بطوطه عايزه اديها حاجه سبيشال صح يا بطوطه؟ بطوطه تلبس بينك يا جماعه، تلبسي بينك. معلش معلش، ايه رايك؟ بطوطه لسه صاحيه من النوم. حلو، وانت كمان. حاضر، كله هياخد والله، كله هياخد. تعالي بقى ادي السمسمه، اسالها تختار انهي لون. ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجات جميله جدا اللهم بارك. عبايات شكلها حلو قوي، حلو قوي ده. واسع ما شاء الله، ومشى جميله جدا جدا، ربنا يجازيهم كل خير يا رب. دي برده دوت لمنى جايه. بسم الله طيبه دكتور صنع في الاول. اتفضلي يا لينا. الصغير والنبي تعالي يا لينا. ايه رايك يا لينا؟ دي؟ هاتي بوسه هنا. هنا هنا. بوسه حلوه دي كده قوي. ده رضا ربنا عليا ده. وصلت طيب يا دكتور صبري. انت طيب وبخير يا رب. ضحك يا ريت. الله، بص بقى الجمال. عبايات جميلة قوي. ايوه النهارده ده يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين. أول يوم العيد عملناه. خد شوف اديهم الاثنين. ايه؟ أول يوم العيد عملناه هنا بتاعتنا. أول يوم العيد امبارح بقى ذبحنا، ما شاء الله ذبحنا عم غالي وخلصنا عليه. و ذبحت عم غالي ازاي؟ ما هو احنا مسمينه غالي. وليه مسمينه غالي؟ عشان هو غالي، بيروح للغاليين. بس وذبحنا امبارح الحمد لله ما شاء الله، وعملنا الكبده والقلب وظبطنا يعني فطروا بيها، وبعد كده بقى عملنا فته ولحمه. انا حبيت ان انا اعمل لهم كل حاجه. عملنا العيد ازاي بقى؟ عملنا بقى لبس لبس العيد، وقعدنا قلنا التكبيرات، وما شاء الله تبارك الرحمن عملنا الفته واللحمه امبارح. والنهارده بقى انا هعمل لهم الممكبكه، عباره عن لحمه ومكرونه، بعملها لهم النهارده عشان اهل الخير شاركوا معانا امبارح بالليل. الاستاذه ياسمين العيسى، وربنا يجازيها كل خير ويطعمها من طعام الجنه بنيه الشفاء. يشفيها شفاء الله غدور وفاطم يا رب. ودي بقى وزعها عليهم. دكتوره نسرين، فين دكتوره نسرين؟ لازم حضرتك تشوفيها. تعالى يا دكتور اختار. دار مصر طبعا، يعني الدكتوره سمر نديم طبعا توزيع يعني. دكتور نسرين ايه رايك؟ كبيره اهي، حلوه صح؟ يبقى معاكي حلوه دي صح؟ ايه رايك؟ اتفضلي. طيب انا عارفه ان انت بتحبي الستايلات الواسعه. اختاري كده؟ ماشي. عشان ايه يا عيني بقى ايه عايزه تاكل عشان خاطر جبتيها دي. ماشي يلا. طبعا احنا كده العبايات ما شاء الله تبارك الرحمن هيتم توزيعها عليهم. حاجات زياده برضو بنوزع على الموظفين، بنهديهم برضو لان هم قايمين بدور كبير قوي معانا في دار زهره مصر. ربنا يكرمهم يا رب ويجازيهم كل خير ما شاء الله عليهم، ان هم دايما قايمين. خدي يا ضحى تعالي اختاري.
قايمين بخدمه سيدات القصر، ربنا يجازيهم كل خير. ودايما الناس اللي بتبعت عبايات بتبعت بنيه لسيدات القصر والموظفين، فعشان كده احنا دايما بنديهم. ايه رايك يا ضحى دي؟ دي بقى مختلف خالص عنهم كلهم. طب شوفيها كده. وانتي كمان لازم طبعا، الا القمر ده. بصي بقى دي هتبقى حلوه قوي العواطف، اديها العواطف. انا ضيقه عشان دي كتيره قوي بتحب الحاجات الواسعه. ايه رايك يا ضحى؟ شكرا. حلوه؟ شكرا. لا لا دي كبيره كبيره. خلاص يا ضحى كده. طبعا احنا ان شاء الله هيقعدوا بقى يوزعوا عليهم بقى المقاسات الحاجات، كل حاجه بقى وزعي عليهم. طلعي بقى يا عبير هنا لو سمحت، وديها كده واديهم اللي هم عايزينه. نيجي بقى ايه لست طيبه جت امبارح بالليل فجاه خبطت على باب الدار. انا بقى بحب الناس دي قوي، اللي هم بيجوا فجاه كده يخبطوا ولا مستنيين شكر ولا مستنيين اي حاجه غير جزاءهم من الله سبحانه وتعالى، ويروح بقى داخلين جايبين الحاجات الجميله دي، جايبين لكل واحده سبحه. طبعا ده تبرع تاني غير ده، والعبايه الجميله دي ومصليه. نفتح بقى العبايه معاكم نوريها لكم ان شاء الله. سبحه وسبحه وجلابيه ومصليه. ما شاء الله جاي من حج. هي مش مصريه بس دي عبايه، دي جلاليب بقى بتلبس تحت الهدوم، طريه برضو عليهم برضو عشان هم ناس كبيره. عايزه اقول حاجه مهمه جدا لكل الناس اللي بتتابعنا، اصنع المجد من اجل اللي انت بتحبهم، لانك لما تصنع، لما بتكون بتحب حد بتبقى عايز تشوفه احسن الناس، فانت لما بتصنع المجد عشانهم فانت فعلا حقيقي بتحبهم. وانا دلوقتي بعمل كده مع سيدات القصر، ان انا بصنع المجد لاجلهم هم، عشان هم يعيشوا حياه كريمه، يلبسوا كويس وياكلوا كويس ويناموا كويس وما يحتاجوش لحد. في ناس كتير جدا بيكتبوا لي على السوشيال ميديا يقولوا لي ايه، خليهم يقوموا يشتغلوا، خليهم يقوموا يعملوا. طب معلش يعني خليهم يقوموا يعملوا ايه؟ واحده ست مسنه، تعالوا معلش عشان انا همشي معاكم واحده واحده كده. عندكم رابحه مثلا، رابحه حالتها النفسيه صعبه جدا جدا وربنا عالم بحالها. هي شافت قد ايه؟ هات الكاميرا على رابحه كده. تمام. رابحه شافت حاجات صعبه في حياتها، هتقوم تعمل ايه؟ هتقوم اذا كان هم اصلا معلش الناس بتساعدهم وبيستحموا هنا الموظفين. عندنا مثلا ماما هويده مع هي نظرها ضعيف وحالتها صعبه جدا وما شافتش برضو حنيه ولا حب من حد، وهي دلوقتي معانا في دار زهره مصر. هتقوم تخدم ازاي؟ قصتها ان هي كانت اصلا شغاله في مديره في مصلحه الكيمياء، كانت مديره في مصلحه الكيمياء. تمام صح، كانت مديره والناس كلها كلمونا قالوا لنا فعلا. ايه بقى كانت مديره في مصلحه الكيمياء والدنيا حصلت معاها ظروف، بقت تعبانه وبقت بالوضع ده. ولادها فين؟ عندها ابن بس للاسف لا يصلح ان هو يرعاها اصلا. لا يصلح ان هو يرعاها، فهي قاعده معانا هنا في امانتنا. هو جالها شافها من كام يوم، بس هو يعمل لها ايه اذا كان هو لا يصلح اصلا؟ فهي قاعده هنا معانا في امن وامان في الدار. طب يا حبيبتي ربنا يبارك في عمرك يا رب. عندكم مثلا سماح، برضو سماح اتعرضت لحاجات صعبه كتير، ساعات بتقوم تعمل معانا دي، ساعات بتقوم تعمل معانا سمسمه، ساعات بتقوم مثلا تكنس، ساعات بتغسل المواعين، ساعات بتقعد تعمل برضو كتر خيرها على قد امكانياتها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طبعا نيجي لنعمه، نعمه برضو كفيفه، هتقوم تخدم ازاي؟ الناس اللي بتكلمنا على السوشيال ميديا اللي ما يفهموش حاجه ولا يعرفوا حاجه يجوا هم يعيشوا الاجواء دي ويشوفوا. احنا هنا اضرب الحالات، اضرب كل واحده فيها ايه. وبعدين انا ما اقدرش اقول لناس كبار السن قوموا اخدموا ولا قوموا اعملوا، دول ربنا يعينهم على حالهم يعني. اكيد طبعا، يعني ربنا ما يكتب اللي فيهم في حد. نيجي لينا برضو كبيره في السن. لينا دي قصه لينا برضو قصتها ان هي كانت قاعده برضو في ان هي ملهاش حد، قاعده بقالها سنين في الشارع ووضعها صعب برضو. هتقوم تخدم ازاي؟ بس كان هم بيبقوا مستنيين اللي يخدمهم. عندنا سميره ست كبيره برضو، سمسمه ست كبيره، دي محتاجه رعايه، محتاجه اللي يحميها ويلبسها وينضف لها سريرها. هتقوم تخدم ازاي؟ انا بس عايزه الناس اللي بتتكلم دي تيجي توريني هم هيخليهم يخدموا ازاي، يجوا يوريني شطارتهم كده في الدار. انصاف منوره عامله ايه؟ هي برضو كبيره في السن، احنا لسه جايلنا من يومين في الدار، ما نعرفش امكانياتها ايه، لسه بنأهلها نفسيا ومعنويا. تمام. نيجي لماما نجيه ست كبيره، ماما نجيه دي ست كبيره هتعمل ايه؟ دي محتاجه جنبها ناس تخدمها. هتقوم ازاي هي تخدم نفسها وانت طيبه؟ نصره عندها بتر في رجليها وبرده معديه ال 52 سنه، هتقوم تعمل ايه؟ هتقوم تكنس وتمسح وتطبخ يعني؟
انا مش فاهم يا جماعه انتوا بتتكلموا معايا بالشكل ده ليه. انا لازم ارد على الكومنتات وبعد كده انا مش هسكت، هطلع اعمل فيديوهات على الكلام دول وامسك واحده واحده اشرح حالتها. ادام الناس مش مقدرين اللي احنا فيه ولا اللي احنا بنشوفه كل يوم. نيجي للست الطيبه خضرة. ماما خضرة ازاي؟ عامله ايه ماما خضرة؟ ست كبيره بتمشي على عكاز، هتقوم تخدم ازاي؟ دي عايزه اللي يخدمها ويحميها ويلبسها وينظف لها سريرها، صح يا جماعه ولا انا غلطانه؟ صح ولا ايه؟ هل انا بقول كلام غلط؟ لا. وفاء يقعدوا ليه؟ ما بتضحكش ما بتتكلمش ليه؟ وفاء دي كانت بقى لها 30 سنه في الشارع في بني سويف، وضعها صعب جدا، ولا بتتكلم ولا بتضحك. الله اعلم يمكن تكون هي اصلا خالصه، احنا ما نعرفش نظامها ايه. ست تعرضت لانتهاكات كبيره جدا، هل هي ما بتضحكش بسببنا؟ هنقعد نزغزغها عشان تضحك؟ ست كبيره في السن اتعرضت لحاجات صعبه لا يعلمها الا الله، اتعرضت لاغتصابات، اتعرضت لحاجات صعبه. هتقعدي انك تتكلمي قدامهم؟ اه لازم اتكلم ودافع عن نفسي. انتوا بتقعدوا تكتبوا لنا ايه؟ هم بياكلوا ويشربوا بس ويناموا؟ انتوا لا تعلموا شيء، لا تفقهوا شيء عن الانسانيه اصلا، لان دي ناس كبيره في السن محتاجه طبطبه. والله انا زعلانه جدا والله من اللي انا بسمعه. ازيك شهرزاد؟ شهرزاد كانت بقى لها 6 سنين في الشارع في التجمع، هل نعرف ايه اللي حصل لها في حياتها؟ ما نعرفش، بس هي بصراحه خدومه جدا، بتقوم تنشر الغسيل وبتلم الغسيل وبتطبق الغسيل وبتحط الغسيل في الغساله وبتطلعها، هي بتساعد معانا، ما بننكرش فضلها. فضلها ده على راسنا، كتر الف خيرها بالرغم ان هي تعبانه، وبتقوم برده تعمل معانا. نيجي لجليله.